السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع حلقتنا النهاردة طبعا قبل ما اتكلم عنه هنتكلم عن الرحمة. الرحمة اللي احنا فقدناها، الرحمة اللي احنا ما بنفتكرهاش غير في شهر رمضان، على ان ده اكبر غلط. يعني هو مش شهر رمضان لوحده، هو اللي فكرنا برحمة وصلة الرحم. انا مش هطول عليكم عشان ضيفنا النهاردة وعشان موضوع حلقة النهاردة مهم. هو موضوع مشروع جميل جدا وان شاء الله يعجبكم. هنعرف موضوع مشروعنا النهاردة مع الإعلامية هند شاهين. اتفضلي يا استاذة. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقه جديده من برنامجكم اسرار الحياه. كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه عيد الربيع وايضا بحلول شهر رمضان. اعاد الله عليكم باليوم والخير والبركات. النهارده معانا شاب زي استاذه ايه ما قالت جاي يعرض علينا مشروع نتمنى من الله عز وجل ان ينال اعجابكم. اهلا وسهلا استاذ عبد المنعم بن داني. اهلا وسهلا بحضرتك يا مدام هند ومدام ايه. اهلا وسهلا بحضرتك. ممكن تعرفنا حضرتك بنفسك؟ أنا اسمي عبد المنعم بن داري عبد المنعم من قرية ميت أبو علي مركز الزقازيق الشرقية، والقرية دي طبعا اللي اتولد فيها الزعيم طلعت حرب مؤسس بنك مصر، وده شرف كبير ليا. أهلا وسهلا. وحضرتك أنا بقالي 13 سنة في مهنتي اللي هي مدرس لمادة العلوم والكيمياء للمرحلة الثانوية، والحمد لله يعني أنا برضو درست مادة علم النفس بجانب دراستي لمادة العلوم، لان دراسه العلم النفس ساعدتني كتير جدا جدا ان انا افهم كتير جدا عن حاجات في الحياه وازاي اتعامل مع الطلاب بتوعتي وحاجات كتير جدا الحمد لله. يعني اكيد استاذ عبد المنعم عرفنا فكره مشروعك او ايه هو المشروع بالظبط؟ والله يا فندم احنا يعني مشروعي باذن الله اتمنى يا رب انه يوصل للمسؤولين في مصر باذن الله، لانه مش هيحل مشكله شاب واحد ولا حتى 100 شاب، ده هيحل مشاكل ملايين الشباب. طبعا اهم المشاكل في مصر هي واحد البطالة، اثنين تحسين الدخل، مشكلة كبيرة جدا في رأيي أهم مشكلة في مصر التعليم، مشكلة الإسكان، مشكلة العنوسة. إن شاء الله بإذن الله عندي فكرة مشروع إن هي تحل المشاكل دي. أكيد بعض الناس اللي هتسمعني من الشباب هيسخر لأن صعب جدا إن يكون في مشروع عنده درجة التكامل دي، ولكن بقدرة الله سبحانه وتعالى زي ما الزعيم طلعت حرب أعطى فكرة للعالم كله إنه يأسس بنك مصر والناس كلها كانت بتسخر منه وقتها، لكن الحمد لله المشروع لما ظهر للنور اصبح بنك مصر وطفره مصر الحديثه، ويا رب ان انا اكون امتداد ليه. طبعا مشروعي طبعا يا فندم في كل مشروع له موضوع له منفذ له عائد من المشروع وهكذا. طبعا فكره المشروع كلمه فضفاضه شويه وهي انشاء مدينه صناعيه ثلاثيه مساهمه مصريه. كلمه ثلاثيه طبعا يا فندم معناها ان ثلاث اطراف هينفذوها. كلمة مساهمة مصرية إذن هيحصل فيها نوع من الأسهم، يعني المدينة ده هيكون فيها عدد من المصانع وعدد من الشركات، كل مصنع بيكون عدد من الأسهم. طيب الكلام فضفاض زي ما قلت والفكرة عامة، طب إزاي تتنفذ إن شاء الله لأرض الواقع؟ طبعا يا فندم منفذ المشروع زي ما أنا قلت إن الفكرة ثلاثية. الطرف الأول وهو أهم طرف هو الدولة المصرية، وأنا عارف إن الدولة المصرية بتعاني من أعباء وميزانية كتير، مشاكل كتير بنواجهها طبعًا. وأنا عارف إن الدولة مش هحملها أكتر من طاقتها، ففندم أنا طالب من الدولة المصرية اللي هي أمنا كلنا إن هي تساهم لينا بالأرض والتصريحات. الأرض مصر أراضيها لا حصر لها. وطبعًا يا فندم مصر مليون كيلومتر مربع. مساحة كبيرة جدا جدا غير مستغلة، وأي مستثمر وأي رجل أعمال فاهم طبعا يا فندم إن أهم حاجة وأصعب حاجة بالنسبة له هي التصريحات والروتين والأوراق والكلام ده. هو قبل ما نتكلم في الأوراق، الفكرة جات لكم إزاي إن أنتوا تعملوا مشروع أو تأسسوا مشروع؟ الفكرة يا فندم جات لي من فكرة مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين والأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم هو يمثل الدولة، والمهاجرين هم الشباب المصري، والأنصار هم اصحاب الدوله اللي هم رجال العمل. وهي من هنا هبدا اوضح الفكره، لان ما فيش حد طبعا ولا انا هحمل الدوله اي مسؤوليه ولا اي مشكله ان شاء الله. اثنين يا فندم الطرف الثاني هم رجال الاعمال الشرفاء في مصر والبنوك المصريه المحترمه. طبعا رجال الاعمال زي ما انا قلت ان الفكره مساهمه مصريه صح؟ تمام فندم. ده دور رجال الاعمال. احنا في فتره كورونا اكيد ادت العالم كله درس ان ما فيش فرق بين الفقير والغني، ما فيش فرق بين طبعا المريض والصحيح، كلنا كلنا أصبحنا واحد حضرتك. اكيد اتمنى ان رجال الاعمال يكونوا وصل لهم الدرس كويس يا فندم، ومش مجرد انه مشروع للاخره بس، لا مشروع للدنيا، مشروع ربح عالمي بدراسه الجدوى اللي انا عاملها والمشروع والتخطيط اللي انا عامله ان شاء الله. لكن مش هينفع عشان وقت الحلقه ان انا
اعرض الفكره التخطيطيه او ازاي فكره التسويق للمشروع. ففندم رجال الاعمال اتمنى انه يساهموا ب 50% فقط من الاسهم، كل رجل اعمال ناجح، يعني مثلا فندم انا صاحب مصنع في مدينه العاشر، عندي منتج ناجح فعلا، انا صاحب مصنع غسالات، ثلاجات، مصنع مثلا مواد غذائيه، جبنه، اي منتج مهما يكون مشهور والمصريين عارفينه. انا يا فندم بقول له اعمل فرع جديد في المدينه بتاعتنا، المدينه الصناعيه دي، وليكن اسمها مدينه شباب مصر او مدينه الرئيس عبد الفتاح السيسي تكريما لهذا الرجل العظيم. اكيد فندم أكيد. انا بقول ان رجال الاعمال المصريين هيلاقوا ارض، طبعا الدوله وفرتها تصريحات بسهوله، هيلاقوا ان شاء الله شباب، وهو ده الطرف الثاني. الشباب المصري اللي هو انا بعتبره الطرف الثالث اللي الناس يعني مش واخده بالها ان هو ده اهم طرف، يمكن هو اصلا المشروع. اساس المستقبل. وانا عامل مشروع بفضل الله عشان الشباب المصري اللي انا واحد منه. الشباب المصري يا فندم عنده مشاكل اقتصاديه كبيره جدا، عنده مشاكل كبيره جدا، طب ازاي الشاب المصري يدخل في المشروع ده وما يكونش فيه معاناه او كده؟ انا طالب من كل شاب مصري انه يدفع مبلغ صغير جدا اللي هو 5000 جنيه. هو اكيد فيما بعد مستفيد. طبعا يا فندم ال 5000 جنيه دول مش داعت. حاجه لا طبعا. لا يا فندم انا 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 معلش النقطه دي اهم نقطه حابب اوضحها لحضرتك يا مدام هند وحضرتك يا مدام ايه، ان الشاب المصري مش هيدفع 5000 جنيه دعم او تبرع، لا، ده هيدفعهم 5000 جنيه باسمه في حسابه في البنك، يقدر يستردهم وقت ما يحب اذا ما وجدش ان المشروع فعلا في جدوى وان الدوله عاوزه تنفذه. هنا يا فندم انا بقول ال 5000 جنيه دي ازاي تتحول ل 100000؟ انت قلت في الاول ان السهم قيمته 100000 جنيه، ازاي يتحول السهم من 5000 الى 100000؟ هنا يجي دور ربنا سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم، لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها. يجي رد ربنا سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. انا مش هحمل الدوله عبء ولا رجال الاعمال ولا حتى الشباب يا فندم، احنا كلنا قلنا بنيان واحد، امه واحده، لازم كلنا طبعا نتنافس ونشجع بعض. انا قسمت طبعا ثلاث اقسام لحل المشكله دي. اولا احنا نعمل حسابات بنكيه للتبرعات على ثلاث اقسام زي ما قلت لحضرتك. القسم الاول جميع وزارات مصر. طب الفكره ازاي يا فندم؟ معلش عشان اوضحها حضرتك، ممكن تعرض الورق دوت قدام الساده المشاهدين؟ طبعا انا يعني عاوز اوصل الفكره بس بعد اذن حضرتك. احنا قلنا القسم الاول جميع وزارات مصر، على سبيل المثال وزاره الصحه والاسكان. تمام. وانا عامل مسوده في جنب كل قناه، يعني قناه الصحه والجمال مثلا حضرتك زي قناه بين سبورت عامله مسوده في جنب الشاشه. المسوده دي يا فندم هيتعمل فيها وزاره الصحه والاسكان حساب رقم كذا في البنك المصري مثلا. تمام. وهنا يا فندم دور اطباء مصر الشرفاء، كل طبيب مصري نفسه ان البلد تتقدم، كل ممرض اكيد ده جيشنا الابيض طبعا اللي احنا عارفينه ان هو ثبت دوره من دول اللي فاتت. اتمنى يا رب ان الفكره توصل ان هم نفسهم ان مصر تبقى احسن دوله في العالم. كلنا كلنا طبعا هنا أكيد. قناه الصح والجمال لما تعمل مسوده لفتره معينه الدوله تقول احنا هنبدا حمله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون مثلا من يوم كذا لمده كذا، هنا قناه الصح والجمال هتعرض وزاره الصحه والاسكان حساب رقم كذا، اسم المتبرع الطبيب فلان الفلاني، قيمة التبرع هنا ليه؟ عداد الخير، العداد اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه عليه الصلاة والسلام الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، لا يمكن أن الخير ينتهي، هنفضل حضرتك العداد ده ويكتب الإجمال عشان الناس كل يوم أكيد. تشوف أكيد. ميزان الحسنات. طبعا يا فندم مثلا على سبيل المثال قناة مثلا نايل سبورت، أي قناة رياضية حضرتك ده مثال توضيحي يا فندم. وزارة الشباب والرياضة، لاعبي الأهلي والزمالك طبعا اللي احنا بنحبهم كلنا، وكل لاعبي مصر عملوا مبادرات كثيره عشان يساعدوا الاسر الفقيره. انا بقول له يا فندم نعمل مبدا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، واهمهم الصدقه الجاريه. ليه؟ لان يا فندم انا لاعب كوره هساعد مثلا راجل فقير هديله 10000 جنيه، ال 10000 جنيه هيتصرفوا هيرجع فقير ثاني، لكن يا فندم لما يجي لاعب الكره بتاع الاهلي مثلا يعمل مشروع اساسي الناس تشتغل عليه ساعتها كله هيشتغل ويكبر اكتر، هيكتب اسم المتبرع الكابتن فلان الفلاني، قيمه التبرع كذا، وعداد الخير شغال، وهكذا وزاره الاعلام، كل صحفي محترم، كل اعلامي شريف زي حضراتكم، هي هتبقى طبعا حضرتك مساهمه منهم كبيره في نهضه وتقدم أكيد الوطن. اكيد طبعا. ده القسم الاول يا فندم اللي هو جميع وزارات مصر، وده كل المصريين حتى وزاره التربيه والتعليم، كل مدرس، لان لازم اذكر برضو المعلمين اللي هم نفسهم ان الوطن يتحسن، كل طالب ثانويه عامه نفسه انه ينجح يقدم حاجه حتى
للبلد دي. هو مشروعك شامل حضرتك، مش طبعاً مش حد معين بالظبط. اكمل يا فندم معلش القسم الثاني ان شاء الله عشان الفكره توصل. اتفضل حضرتك. المغتربين المصريين، المغتربين المصريين كل الشباب اللي سافر ويعني هو مش بيكره البلد دي، بيحبها ويمكن بيحبها اكتر من اللي جواها ونفسه ان البلد دي تبقى احسن واحسن. فندم انا بتمنى من الشباب المصري المحترم الشريف اللي هو بره مصر اللي هو نفسه ان مصر تبقى احسن واحسن انه يدعم المشروع ده ويساهم، ويكون ايضا على قنوات مصر المحترمه يتعمل رقم في حساب المغتربين المصريين عشان يساهموا في طبعا ازدهار مصر وتقدم مصر وان هم يعملوا معانا المشروع ده. اخر قسم يا فندم هو القسم الثالث، الوطن العربي، الامه العربيه. مصر ياما ادت الوطن العربي كتير، مصر هي ام العروبه، اكيد ام الدنيا اكيد كلها. اكيد هي عمود الدول كلها. افتكر كلمه مصر، كل الوطن العربي بيحب مصر، اكيد كل طبعا. الدول العربيه الامارات والكويت كفايه ان اسمها اتذكر في القران الدوله الوحيده. اكيد اتمنى ان الدول العربيه لما تعرف حاجه زي دي والله والله بجد انا متاكد ان كل الوطن العربي هيحاولوا ان هم يساهموا عشان الشباب المصري، لان انا زي ما قلت حضرتك مش حل المشكله شاب ولا اثنين ولا ثلاثه. اذا يا فندم انا قلت موضوع المشروع، جت الفكره منين؟ مين اللي هيساهم في المشروع؟ العائد بقى يا فندم. العائد زي ما قلت المشروع ده ناجح، ناجح باذن الله يا فندم. لان رجل الاعمال رجل مستثمر عارف بيحط فلوسه فين، وعارفين هم، لان الكلام في ناس اقتصاديين اكيد طبعا هم ما بيحطوش فلوسه في اي مكان، بيبقى في دراسه جدوى كمان ان هو يحط بس على المنتج بتاعه اللي هو ناجح فعلا. ختم مدينه عبد الفتاح السيسي ده يا فندم من غير اعلان من غير دعايه المنتج ناجح باذن الله. غير كده يا فندم العائد ازاي؟ باذن الله هيتقسم العائد. احنا قلنا ان هم اطراف سلاسل، تمام. طبعا ده مش قران، ده كلام مطلق، ممكن الارقام حسب الاقتصاديين والناس اللي فاهمه افضل مني ان هم يعدلوا الارقام، ما فيش مشكله عندي يا فندم. الفكره مش مطلقه يعني. اولا يا فندم رجال الاعمال انا شايف مثلا ان هم ياخدوا 40% مثلا من العائد السنوي. انا مثلا يا فندم المصنع 100 مليون، رجل الاعمال من حقه انه ياخد 40 مليون لانه لقى الارض طبعا ببلاش، لقى تصريحات الدوله مسهله له، واتمنى ان الارض تكون بجوار. معلش بس افهم، لما انا ادفع هستفيد ايه؟ ما هو برضه انا لازم استفيد. اول حاجه بيقولوها هو دفع قد ايه يا فندم؟ 50% من الاسهم، صح؟ تمام. ال 50% من الاسهم دي وبجواره الشاب دفع 50% زي ما انت عرفت حضرتك الاسهم جت ازاي. تمام. هو الربح بتاعه الطبيعي ان انا دفعت 50 اخد 50 أكيد. بس دي في حاله ان انا اللي ساهمت بكل حاجه، لكن هو ساهم بمجرد جزء من راس المال، لكن الارض الدوله المصريه من حقها انها تاخد جزء من العائد. تمام. ده اللي تمام. انا بتكلم فيها يا فندم ان هيكون خير كبير جدا للشباب لرجال الاعمال للدوله المصريه نفسها. ف 40% لان طبعا زي ما قلت لحضراتكم الارقام دي قابله للتعديل، ممكن أكيد. يكون اكثر ممكن يكون اقل ما فيش مشكله. ف 40% لرجل الاعمال علشان يدخل في المشروع وتشجيعا مننا ليه. اثنين الشاب المصري ودي اهم حاجه عندي هياخد 30% من الارباح. يعني مثلا ال 100 مليون 30 مليون هتتقسم على الشباب اللي دخلوا فين في المشروع. اخيرا الدوله المصريه، الدوله المصريه ما دفعتش حاجه. لا يكفي بس ان هي المفتاح، يكفي اللي هي اللي ادتنا الاذن ان احنا نبدا المشروع واكيد هتدعم المشروع بتاع حضرتك. فهي هتاخد كام يا فندم؟ 30% من قيمه المشروع ده. تمام. خلاص او العائد السنوي. تمام. اكمل يا فندم بعد اذن حضرتك. اتفضل حضرتك. بعد ما تتوزع العائدات دي 40% 30% 30%، طب انت لسه لغايه دلوقتي ما قلتلناش ازاي المشاكل الخمسه هتتحل. هتتحل بناء على كل حاجه لها مشاكل. اكيد طبعا قلنا البطاله، مفيش حاجه انت مش شايفه مشاكل، والتعليم وايضا طبعا الاسكان والعنوسه. يتوقف حل المشكله على نوع الشباب يا فندم. احنا نقسم الشباب لثلاث اقسام برضو، يعني الفكره كلها ثلاثيات. ثلاثيات الشباب المصري كم نوع؟ ثلاثه. النوع الاول وهو اهم نوع بالنسبه لي اللي بيعاني من البطاله، والبطاله لها سببين. السبب الاول ان انا مش قادر اشتغل لان انا بعاني من مرض وحش، وليكن انا عندي فشل كلوي. ده كتير قوي، كتير قوي في مصر مليان يعني الدنيا كلها. ده فندم هو اكتر انسان في الدنيا احنا كلنا محتاجين نعمل المشروع ده عشانه، لانه بيموت كل يوم مش عشان حاجه، هو محتسب وصابر وراضي بكل شيء، لكن مشكلته انه نفسه يساعد والده ونفسه يساعد والدته ونفسه يساعد اسرته. حاسس بتقل على الاسره اللي هو موجود فيها، حاسس دايما انه عبء على اسرته مش قادر يساعدهم. فاحنا بنقول له لا احنا اخواتك وهنساعدك، لك ربح سنوي كل سنه 30 40 الف جنيه ان شاء الله يجوا لك بعد كل سنه وانت قاعد في مكانك. حلو جدا طبعا. مشروع جميل جدا طالما الشباب هيستفيدوا ما شاء الله يعني. طبعا القسم الثاني من اللي بيعانوا من البطاله يا فندم هم الشباب المصري اللي قادر يشتغل بس مش لاقي فرصه كويسه.
مش لاقي العائد المناسب، مش لاقي الطاقة اللي يفرغ بها. بالظبط يا فندم، هو حاسس ان هو هيتعب كتير بس مفيش مقابل، فاحنا بنقول له لا، انت هتشتغل عندك عائد شهري مرتب، هتشتغل في مصنع محترم، وايضا باذن الله هيبقى ليك دخل ثابت، دخل سنوي ثابت يريحك نفسيا. تمام. اتنين كده حلينا مشكله مين؟ البطاله. تمام. اتنين يا فندم حلينا ان شاء الله مشكله مين؟ تحسين الدخل. انا هاجي اقول طب انا شغال في شركه في العاشر من رمضان، شغال في العبور. تمام. شغال مثلا حرفي ميكانيكي، اي مهنه محترمه. اي مهنه محترمه. طب انا مش اللي خليني اغامر واسيب مهنتي اللي انا بحبها واروح اشتغل في شيء لسه مبهم؟ هقول له لا، خليك في مهنتك بس شارك معانا، وان شاء الله بعد كل سنه هيجي لك عائد سنوي تحسن بيه دخلك. يعني طب معلش يا استاذ، بس في ضمانات للكلام؟ طبعا طبعا، لان ده اهم مش حاجه. اي حد هيدفع فلوس عايز ضمان. اول ضمان يا فندم انا قلته، انا يهمني الضامن الاول إن او عقد بمعنى اصح ما بينك وما بين الشخص الثاني. طبعا يا فندم انا كلمت ناس اقتصاديين وناس قانونيين على درجه عاليه جدا، وان شاء ناس الله ناس مشاركينك في الموضوع دوت. انا مصمم المشروع كاملا، لكن بعد ما صممته بفضل الله بقى لي فيه سنين، عرضته على بعض الناس الاقتصاديين المحترمين في مصر وبعض رجال القانون زي الاستاذ عاطف عبد العال محامي الكبير، وقال لي بعض الاجراءات، لكن عشان وقت الحلقه يعني مش هقدر ان انا اوضح كل التفاصيل. طبعا رقم 3 يا فندم او رقم 2 زي ما قلت، اللي هو ازاي حسن دخله. هو شاب شغال فعلا وعنده مهنه بناجح فيها، بس نفسه ان هو يطمن يامن مستقبل ولاده، يحسن دخله اكتر واكتر، فله عائد سنوي يا فندم. رقم 3 شايف ان هما القسم الثالث من الشباب، يبقى عالجنا البطاله، عالجنا باذن الله تحسين الدخل للشاب المصري. 3 التعليم. طب ازاي التعليم؟ كل سنه بيتخرج الاف وملايين الالاف من طبعا طلاب بالذات، ومع الاسف ما فيش شغل تخريج من غير شغل، كليات التربيه والاداب ودار العلوم والعلوم. طبعا. اللي المفروض يتعينوا في كارير التدريس. طبعا الدوله مشكوره، صعب جدا يا جماعه اللي بيتحمل مسؤوليه اسره الزياده السكانيه طبعا كده مش تتحملها الدوله طبعا تحملها. احنا 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 100 مليون والله بجد، يعني كل واحد بس شاطر ان هو ينتقد، شاطر ان هو يعترض. عندك حل اقدمه، مش دايما تقول البلد ماشيه وحش. طب ايه الصح؟ لازم يبقى في طاقه ايجابيه. انت انسان مجرد بتنتقد. ما في مقوله بتقول لو عندك حاجه مفيده قولها، ما عندكش اسكت. قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خيرا او يصمت. قادر تحقق اي شيء للبلد، تنفذ اي حاجه محترمه للبلد، قدمها وان شاء الله. اكيد طبعا، وكله هيدعمك. اكيد هيدعمك. يعني انا بشكركم جدا. بص حضرتك، احنا ما بنطلعش اصلا يوم الثلاث، احنا ميعادنا الاساسي بيوم السبت، بس ايمانا مننا بمشروع حضرتك، وانت حضرتك بتقدم حاجه مفيده للشباب. حضرتك احنا جينا النهارده وشرف لينا ان احنا نساهم في المشروع ده اكيد، ونكون مع الاستاذ ده شرف كبير جدا. يعني انا شايفه ان حضرتك بتعمل مدينه متكامله صناعيه للفئات الشباب كلها، والكبار والصغيرين، يعني مش شرط فئه عمريه واحده. لا لا بالعكس، كده كل هيشارك فيه وكل هيبقى مستفيد. يعني انا اول واحده هشارك طبعا. يا رب، ده شرف ليا وشرف طبعا ان انا صممته، ويا رب يكون شيء في يعني ميزان حسناتي يوم القيامه ان شاء الله. انا اسف يا فندم عشان مشروع كبير جدا. لا لا تقدر تكمل حضرتك، اتفضل. استرد مع حضراتكم، انا اسف ان انا بقاطعكم. لا لا لا، ده مشروع حضرتك، اتفضل. ما عنديش خبره بالاعلام زي حضراتكم، بس احاول ان انا اوصل فكرتي للشباب المصري. رقم 3 يا فندم هو خريج كليات التربيه والتعليم، زي ما قلت نفسي ان هم يتعينوا، مش هيقدروا يشتغلوا اي مهنه ثانيه، انا عارف لان انا مجرب. مش لان المهن الثانيه مثلا اقل ولا حاجه، كل مهنه محترمه فوق راسنا. الفلاحين والعمال هم طبعا اساس المجتمع طبعا. طبعا، بس انا بقول انا اتعلمت 4 سنين عشان ابقى مدرس، نفسي ابقى مدرس، نفسي احس باللي انا تعبت فيه في تعليمي. فانا بقول فرصه كبيره جدا يا فندم. المدرس المصري بيعاني من ايه؟ انه بيدخل فصل في 60 70 طالب، المدرس يعمل ايه؟ ازاي يقدر يوصل معلومه للطالب في وسط 60؟ ما هو مهما بسط، معلش لو واحد فهم في 10 ما بيفهموش. اكيد القدرات الذهنيه حضرتك متفاوته ما بين كل طالب وطالب، وبتختلف يختلف، انت مش هتقدر تعمل حاجه. فانا بقول حل ان شاء الله يكون كويس للدوله، ان هي تقول للشباب دول اللي هيسابوا معانا من كليات التربيه تقدروا تشتغلوا، وفي المدارس الحكوميه انا عارف ان كل الاقتصاديين هيردوا عليا يقولوا انت كده بتحمل الدوله عبء كبير ان هي توظفهم. لا يا فندم، هم مش هياخدوا مرتبات، ولكن احنا قلنا ان الدوله لها 30% من العائد السنوي. معلش حضرتك بتقول مش هاخدوا مرتبات، ماشي انا هنزل واسيب دراستي اشتغل عشان اقول لحضرتك ازاي. هو لو اولا لو هو اشتغل فرضا، لو انا اشتغلت النهارده اشتغل بكام؟ ب 1000 جنيه؟ 1500 جنيه؟ 2000 جنيه؟ يعني العائد السنوي ليه كام؟ 24000. احنا قلنا ان الدوله لو عملت المشروع ده هتوفر له 30 40000 جنيه على الاقل،
يعني يا فندم اكتر ما هو كان بيحلم. ثانيا الدوله برضو هتديله 5% من العائد السنوي، وبرضو ممكن رجال الاعمال والشباب المصري اللي هو برضو لقى فرصه عمل من المدينه الصناعيه ان هو يساهم لو على الاقل ب1%، وبالتالي هو مش لازم ياخد المرتب الكبير قوي، لكن على الاقل يحس ان هو اصبح له دور في المجتمع، بقى مدرس. وانا عارف اني ناقشت ناس مدرسين كتير جدا زمايلي اللي هم ما تعينوش، قالوا لي احنا موافقين، ده احنا نتمنى ان احنا نخدم بلدنا حتى لو ببلاش. جزاهم الله كل خير. هيخش المدرسه طبعا، ولو المدارس اصبحت فترتين مفيش مشكله يا فندم، علشان الفصل بدل ما يكون فيه 60 طالب يكون فيه 20 طالب 25 طالب، وبالتالي هم عملوا فتره قصه فترتين دي لمده محدده وبعد كده نهوها فندم، لان في مشكله في عدد المدرسين نفسهم. لكن لما مشكله كبيره حضرتك يا فندم، لما يكون عندي وافر من المدرسين وبالذات المدرسين الشباب اللي نفسهم يشتغلوا، وانت المدرس الخبره مثلا ياخد صفوف معينه والمدرس الشباب ياخد صفوف معينه، بالتالي الطالب المصري اللي احنا حلمنا ان التعليم لو اتحسن كل مصر خلاص هتتقدم. طبعا احنا اساس التعليم. الطالب المصري لما يلاقي نفسه في فصل في 20 طالب ولاقي مدرس باثنين وثلاثه، نسبه التعليم بتاعتنا اكيد هتبقى عاليه جدا، هتبقى عاليه طبعا، والمدرس نفسه على راحه نفسيه، والطالب اكيد والشاب المصري برضه يا دكتور يا استاذ عبد المنعم عنده طاقه ايجابيه كبيره قوي، نفسه يعمل حاجه. انا يعني نفسي كنت اوريكم حضراتكم يعني الطلاب اللي عندي، عندي طلاب يعني بفضل الله عندهم مواهب جميله جدا جدا وعندهم قدرات ابداعيه رهيبه والله بجد. مصر ولا ده فعلا كان. طب حضرتك قلت لنا على فيديو قبل الحلقه اسلوبك كانت لسه تتكلم، فممكن نشوفه مع بعض؟ الفيديو ده لبنت معايا في ثالثه ثانوي اسمها حوريه السيد، صوتها بسم الله ما شاء الله. يا ريت لو سمحت الكنترول بس يعرض لنا الفيديو، يا ريت نسمعه للمشاهدين الكرام. انا الفت الكلمات، وانا فندم بقالي كتير يعني في موضوع التاليف، صحيح ماليش اعمال لان الحياه كلها نصيب، في ناس بتلعب كوره في مصر احسن من لعيبه الاهلي والزمالك والله، بس ما جاتش عايزين فرصه، وغير كده الحياه والظروف المعيشيه والاجتماعيه، فالحياه نصيب، المهم ان انت ترضى بالربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله. وتقولك وتقول الحمد لله. الحمد لله. نسمع الفيديو طيب؟ ماشي. اتفضل. انا المصري مهما حسيت بالألم عيش وموت ترفع وسلموا بإيدي لولدي وطن جديد محتاج لألف إيد وإيد مصر قايمة من جديد من جديد وإزاي يا وطن تكون وحيد تكون وحيد وطننا غالي وطننا جيد ولو في يوم تبقى حزين تبكي عشانك ألف عين احنا الشباب وبنناديك يا وطني مدلنا ايديك متأكدين العين عليك ويمنا على نعلمي ويمنا على نعلمي. طبعا كان نفسي يكون في وقت اكبر عشان نسمع حضرتك، بس نحب نختم بقصيده صغيره من حضرتك. هو القصيده دي انا بقدمها طبعا المشروع، انا اسف ما كان في جزئيه ما كملتش صغيره، بس انا لا لا قصيده وان شاء الله يا رب ان شاء الله لينا مره ثانيه. هو بس ان شاء الله تشرفنا في اي وقت حضرتك. اتفضل حضرتك. القصيده دي هي عباره عن رساله ل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقول له فيها بلدنا دي بلد غريبة بس أكتر حاجة عجيبة إن شعبي كله طيبة ضحكته دايما قريبة أي حاجة عنده راضي أي حاجة بيها راضي ضحكته دايما قريبة أي حاجة عنده عادي حلمه بس رغيف العيش إنه مع أولاده يعيش
في أمان في سلام. هو ده خلاصة الكلام، إنه يحس بالاهتمام، إنه يلاقي الاحترام، إنه يعيش زي الملوك، إنه يعيش زي الملوك مش يسكه للسكوت. جميل 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 شكرا جميل شكرا جميل. شرفتنا استاذ عبد المنعم، نتمنى تكون حلقه مفيده تمام ان شاء الله. خلاص شكرا.